وبركاته. اهلا بكم في قناه بلس فيديو جديد. القناه ان شاء الله النهارده هنشرح لكم ازاي ايه هي معنى جمله اف اندرسكور اندرسكور نيم اندرسكور اندرسكور بتساوي اندرسكور اندرسكور مين اندرسكور اندرسكور. الجمله دي بتشوفها كتير في لغه بايثون، ناس كتير قوي مش عارفه معناها. معناها بسيط جدا. اولا بس عايز انوه على حاجه انها مش للتجميل الكود زي ما هو مشاع، لا هي ليها اهميه واهميه قصوى كمان، واللي بتحل مشكله انت كمبرمج هتواجهك كتير قوي في المستقبل. اولا كده عشان يعني نفهم معنى الجمله دي او الجمله دي بتشتغل ازاي، ولو مثلا احنا عندنا مثلا ملفين، ملف اسمه ماي مين وملف اسمه ماي تشيلد. الماي مين ده جواه داله اسمها ضرب، الداله دي بترجع قيمه ضرب عددين، يعني بتاخد على عددين وبترجع قيمه حصل ضربهم يعني. وفي نفس الملف احنا بنقول له رايت ضرب فيرست نم وسكند نم تو اوبريشن. مثلا احنا جايين كده عملنا رن للماي مين، بقول له ايه اكتب ضرب، كتبنا كده ضرب عشان تستخدم مثلا الداله بتاعتك زي ما انت عايز. مثلا اكتب 4 و5 مثلا و4 20. ولو مثلا احنا مثلا في عندنا ملف تاني اسمه ماي شيلد، الماي شيلد ده بياخد من ماي مين، بنقول له فروم ماي مين امبورت ضرب، يعني اعمل استدعاء لداله الضرب دي، فبيستدعيها يقول له برنت ضرب 2 في 3. ولو مثلا احنا جينا عملنا الماي شيلد كده رن هيطبع لنا 6، لكن قبل ما يطبع ال 6 بنقول الان بيطبع رايت ضرب فيرست نم. ايه ده؟ يعني انا ما كتبناش اساسا في الماتش ده، احنا كتبناها في الماي مين. خدها قاعده كده، لما انت بتيجي تعمل امبورت او استدعاء للملف اللي انت بتستدعي منه كل الاوامر اللي بتتنفذ، عشان لازم تتعرف الملف الجديد. بتقول لي حتى لو انا كتبت فروم ماي مين امبورت الضرب، الامبورت الضرب دي انت لما بتكتب الجمله دي معناها ان انت هتستخدم الضرب فعليا في الملف بتاعك، فانت مش كل شويه بقى تقعد تكتب ماي مين دوت ضرب، لا انت بتكتبها ضرب على طول. فمعناها ان انت ايه يعني كانك بتعمل له رن، يعني كانك ملف المين ده بتعمل له رن ماي مين. طب ازاي نحل المشكله دي؟ في داله اسمها داله الاندرسكور اندرسكور نيم، الداله دي بترجع قيمه اندرسكور اندرسكور مين لو انت بتعمل رن للملف من نفسه، يعني انت بتعمل تشغيل الملف. انا كده نجرب نكتب برنت هنا اندرسكور اندرسكور نيم اندرسكور اندرسكور، نعمل كده رن الماي مين. اوكي طبعا هنا مين، واخد بالك؟ يبقى احنا كده بنعمل تشغيل للملف. خلي بالك استدعاء هو الرن، استدعاء للملف هو التشغيل بتاعه، بس تشغيل بس يعني تشغيل في ملف تاني، بس هي البايثون تقدر تفرق بين الاستدعاء والرن. فلو مثلا احنا جينا ايه نطبع هنا ايه او هنعمل رن هنا للملف في الماي تشيلد، طبعا علينا ماي مين، يبقى احنا كده خدنا فكره ان داله اندرسكور اندرسكور نيم دي اندرسكور اندرسكور بترجع لك قيمه مين لو انت بتعمل رن للملف، لو بتعمل استدعاء للملف بترجع لك قيمه اسم الملف بتاعك. طب انا هستفاد ايه بالجمله اللي احنا قلناها دي من الاول؟ لو مثلا احنا لما تيجي انت تكتب اف لو الداله دي اللي هي اندرسكور نيم بترجع قيمه مين، يعني لو انت بتعمل رن للملف من نفسه، يعني انت لو تعمله تشغيل من نفسه مش استدعاء، واخد بالك؟ تنفذ لك الخطوات بتاعتك زي ما انت عايز الكود بتاعك تحتيه. والله لو بيتعمل له استدعاء ما تنفذش الكود اللي فيه وبس، يعني وانقل على طول بقى لو في اسطر تحت بقى شوفها. ولو مثلا هنيجي نكتب السطر بتاعنا او سكور ام سكور نيم اندر سكور ام سكور بتساوي اندرسكور اندرسكور مين اندرسكور اندرسكور، نعمل الشرطية بتاعتنا، ناخد الجملة دي كده كنترول اكس كنترول بي كده، ونعمل كده رن للماي مين. اوكي هيتبع لنا عادي جدا رايت ضرب، لان هو فعلا عنده داله النيم بترجع له المين. ولو مثلا احنا هنيجي هنا عند داله الماي شيلد ونعمل رن ليها هيتبع لها 6 بس، لان هو ايه خلي بالك هو لما بيجي يستدعي، يعني خلينا نمشي كده مع البرنامج. الماي شيلد احنا بنقول له اعمل استدعاء للماي مين، بيخش كده بيعرف داله جديده، كانك بتاخد الداله دي كوبي وتحطها هنا، بيعرفها عادي جدا مش اي مشاكل. هينزل تحت بيلاقي ان داله الاندرسكور اندرسكور نيم دي بيشوف القيمه اللي راجعه منها، هل القيمه اللي راجعه منها دي مين ولا حاجه ثانيه؟ لو مين طبعا مش هينفع لان ده استدعاء، فبيرجع اسم الملف، فبيرجع له ماي مين، يبقى مش كده، يبقى احنا ايه كنسل كل الكود اللي تحتيه
ايه بقى لو في كود، بس لو في كود بره الاف الشرطيه نفذ. طبعا غالبا ما يكونش في كود بعدها، لكن لو في كود بينفذه برضو، لو انت كتبت البرنت دي بره الاف بينفذها. فهي طريقه يدويه يعني. ارجو ان يكون وصلتوا للدرس. لو عامل فيديو ديسلايك، لو ما عجبكش حط اللايك، ولو ما عجبكش ليه نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.